ترتيب. زين، ما هو الوجه في ذلك؟ سيد صاحب الميزان يذكر وجهين التفت إليهما. الوجه الأول المعبر عنه بروايات الجمع. شنو يعني روايات الجمع؟ يعني من الذي جمع القرآن الكريم؟ من الذي جمع القرآن بهذه الصورة؟ ترتيب السور، ترتيب الآيات بهذا النحو، من الذي تصدى للجمع بهذه الصورة؟ زين، احنا عندما نرجع إلى بعض الروايات التي ذكرت ترتيب القرآن وجمع القرآن، هنا يتكئ السيد صاحب الميزان على مثل هذه الروايات. لاحظ معي، أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب معه، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني على الخليفة الأول أن يأمر بجمع القرآن حتى لا يضيع. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال عمر: هذا والله خير. زين، هذه القصة كلها، وزيد بن ثابت يسمع كلامهما. ثم قال زيد بن ثابت: فلم يزل أبو بكر يراجعني، يعني يطلب مني جمع القرآن، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسف واللخاف وصدور الرجال. يعني ما كان القرآن شنو؟ يعني ما كان مجموع، يعني كان القرآن مشتت في عسف، في جريد، في لخاف، في صدور الرجال، كان قرآنا متفرقا مبعثرا. زيد بن ثابت هو الذي تصدى لجمعه بأمر الخليفة الأول. ورجعت ووجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، يعني اكتفوا بشاهد واحد لإثبات أن الآية هذا موضعها، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلوها آخر هذه السورة، سورة التوبة. فكانت الصحف عند أبي بكر، يعني التي جمعت حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر، وهكذا. وكانوا يعتمدون على شاهدين في إثبات أن الآية هذا موضعها أو ليس موضعها. زين، سيد صاحب الميزان يقول هذه العملية، يعني قرآن انبعثر شتت في الصدور، في جريد النخل وفي العسف، وبعدين اعتمد جمعه وترتيبه على نظر الصحابة واجتهادهم والإتيان بشاهدين. من يقرأ مثل هذه الروايات يصيبه الشك بأن الترتيب هل خضع لإشراف المعصوم أو إمضاء المعصوم بحيث يكون ترتيبا معتبرا أم لا. إذن من يقرأ هذه الروايات يقول: من الممكن جدا، من المحتمل جدا أن اجتهاد الصحابة في جمع القرآن وترتيبه لم يكن اجتهادا مصيبا، فلم تقع بعض الآيات في موقعها الذي أراده الله تبارك وتعالى أو أراده الرسول صلى الله عليه وآله. ثم جاءت مرة أخرى الجمع الثاني في عهد الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان، فقد روى في الإتقان عن البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي، يعني عند غزوة، وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق،
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، شاف المسلمين مختلفين في قراءة القرآن، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، لأن الصحف كانت عند حفصة، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلتها إلى عثمان، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. زين، فإذن إحنا أمام هذا الجمع من الروايات ما عندنا دليل حاسم يضمن لنا أن الآيات القرآنية وقعت في موقعها كما أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وآله، وبالتالي هناك مقدار من الشك ومقدار من الاحتمال في سلامة ترتيب القرآن الكريم. زين، هذا هو الوجه الأول. صلوا على محمد وآل محمد. هناك من العلماء من ناقش هذا الكلام، ومنهم السيد الخوي. السيد الخوي يقول ترتيب القرآن معتبر سليم، ما في أي إشكال. زين، فناقشوا في مثل هذه الروايات والاعتماد عليها. اسمع مني جيدا، هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، أولا، أن هذه الروايات التي استند إليها واعتمد عليها، شوف لاحظ هذه الروايات، يقول السيد الخوئي في كتاب البيان صفحة 237، يقول: ليس لهذه الروايات طرق موثوق بها، يعني ما وردتنا هذه الروايات بطرق نثق بها حتى نعتمد عليها في الطعن في ترتيب القرآن الكريم. زين، ليس لهذه الروايات طرق موثوق بها، وإن أوردها كتاب الإتقان وصحيح البخاري، حتى لو كانت روايات كثيرة، ما دامت المصادر الأولية لهذه الروايات مصدرين أو إذا يزيد ثلاثة، كيف نثق بمثل هذه الروايات ونتكئ عليها في الطعن في سلامة ترتيب القرآن من التحريف أو التغيير؟ هذا أولا. ثانيا، هل هذا يدخل بعقلك أن النبي يموت والقرآن مبعثر؟ القرآن مشتت، يعني هل أنت الآن عندما تنصف القضية بعقلك، هل من المعقول أن النبي يترك القرآن مشتتا مبعثرا في اللخاف وفي الجريد وفي الصدور دون أن يتصدى بنفسه لجمع القرآن وكتابته وترتيبه قبل أن يفارق الحياة؟ احنا عدة قرائن عندنا على أن النبي ما فارق الدنيا حتى جمع القرآن ورتبه بالترتيب الذي هو موجود بين أيدينا. زين، ما هي هذه القرائن؟ مقتضى اهتمام المسلمين بالقرآن في عهد الرسول بنحو لا يقل اهتمامهم بالقرآن عن اهتمامهم بالفرائض، كما كانوا يهتمون بالصلوات الخمس كانوا يهتمون بالقرآن الكريم حفظا تلاوة، زين، ترتيلا، والشواهد على ذلك كثيرة. أولا، في فتح الباري في شرح البخاري الجزء التاسع صفحة 18، أن كتاب الوحي، النبي مو كان يقرأ الوحي ويترك، كانوا شنو؟ يكتبون الوحي. أن كتاب الوحي في زمن النبي كانوا كثيرين، وأوصلهم ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 361
إلى 22 كاتبا كانوا يكتبون الوحي. وذكر صاحب السيرة الحلبية صفحة 457 أن العدد كان 42 كاتبا للوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وذكر صاحب كتاب البرهان أن كتاب الوحي كانوا ينسخون نسختين، نسخة لهم ونسخة للنبي نفسه صلى الله عليه وآله، مما يعني توثيق ما كتب بنظر النبي صلى الله عليه وآله. وأن النبي كان يأمر زيد ابن ثابت بالكتابة ثم يقول له أقرئني ما كتب حتى يتأكد أن ما كتبه على طبق ما أملاه النبي صلى الله عليه وآله. هذه قرينة من القرائن تدل على أن النبي تصدى للكتابة، تصدق، ما كان يكتب آية هنا وآية هنا، كان يكتب بترتيب معين، كان يكتب بنسق معين. زين. وأيضا قرينة ثانية، يقول الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أن القرآن جمع على عهد الرسول، جمع، جمع يعني شنو؟ يعني جمع في مصحف، جمع على عهد الرسول من قبل ستة من الأنصار: أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، أبي الدرداء، سعد بن عبيد، أبي زيد، وقيل عبد الله بن مسعود. فإذا كان القرآن قد جمعه ستة من الصحابة والرسول موجود صلى الله عليه وآله، هذا معناه أن الجمع خضع لإشراف النبي ولنظر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان جمعا مستقلا عن نظر النبي صلى الله عليه وآله. زين. قرينة الثالثة، اهتمام الرسول، رسول كان مهتم بحفظ القرآن، وكان يحث المسلمين على حفظ القرآن والأجر العظيم على حفظ القرآن، وكان الحافظ للقرآن له مقام عظيم معروف بين المسلمين، حتى قتل في اليمامة، معركة اليمامة، 70 من حفاظ القرآن، وفي بئر معونة قتل مثل هذا العدد. هذا يعني أن حفظ القرآن كان أمرا شائعا بين المسلمين. فهل يحفظون آيات مبعثرة أم يحفظون آيات بترتيب معين وبنسق معين؟ يعني كانوا يحفظون سور لها ترتيب، لها نسق معهود معروف. زين. وبناء على ذلك، هذا يدل بوضوح على شيوع ترتيب القرآن الكريم بين المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله. زين. إذا القرآن كان شائع واضح بين المسلمين والنبي موجود، هل يتصور أن الخليفة الأول أو الخليفة الثالث سوف يأتي بترتيب مخالف لما عليه المسلمون؟ غير ما تصور هذا، لأن المسلمين ما زالوا موجودين على قيد الحياة، والصحابة كانوا موجودين على قيد الحياة، وكان القرآن معهودا بينهم، معروفا بترتيبه، معروفا بمواضع آياته. فلا يتصور من الخليفتين أن يأتي بترتيب مغاير لما كان عليه المسلمون في زمن النبي، ولو حصل لنقله إلينا ناقل ثقة، ولو ناقل واحد ينقل لنا أن ما حصل من الخليفة الأول أو الثالث كان ترتيبا مخالفا للترتيب الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكان أمرا واضحا، كيف ولم ينقل إلينا أحد ذلك؟ إذن هذا شاهد ودليل واضح على أن هذه الروايات التي قالت جمع القرآن بعد النبي، كان يعمل بشاهدين، وكان في اللخاف، وكان في الجريد، وكان مبعثر ومشتت، هذه الروايات لا يمكن شنو؟ لا يمكن الركون إليها. ولذلك ذكر الحارث المحاسبي كما نقل عنه السيد الخوئي في كتاب البيان صفحة 250 أن صحيح الخليفة الثالث تصدى لجمع القرآن، لكن لم يتصدى لجمع القرآن بمعنى أن القرآن كان مبعثر، وإنما جمع المسلمين على لسان قريش. المسلمين في عهد الخليفة الثالث توسعت رقعتهم،
صاروا أهل العراق من المسلمين وأهل الشام من المسلمين. ومن الطبيعي أن تختلف اللهجات في القراءة وتختلف اللهجات في الكتابة، مثلا طلع منضود أو طلح منضود، بين العين وبين الحاء قد يختلفون، مثلا مالك أو ملك قد يختلفون. فلما رأى الاختلاف موجودا بعد أن توسعت رقعة الإسلام، رأى اختلافهم في القراءة نتيجة اختلافهم في كتابة بعض الحروف، جمع القرآن على قراءة واحدة، ألا وهو لسان قريش كما دلت عليه الروايات. أمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص أن يكتبوا القرآن على ضوء لسان قريش، يعني الحرف الذي تكتبه قريش وتقرأ اللفظ على طبق تلك الكتابة. ومما يؤكد أن القرآن جمع كتب على عصر النبي صلى الله عليه وآله، ما ورد من النبي صلى الله عليه وآله كما ذكره البخاري في الجزء الرابع حديث 1914 عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن في المصحف، يعني معناه كان في مصحف، ولا شلون نقول من قرأ القرآن في المصحف، من قرأ القرآن في المصحف كانت له 1000 حسنة. وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا تمس المصحف وأنت على غير طهور، لا تمس، يعني كان في مصحف يمس، لا تمس المصحف وأنت على غير طهور. والمصحف إنما يطلق على الشيء المكتوب في الصحف، وإلا الشيء الموزع في الجريد وفي عسب الناخل لا يقال له شنو، لا يقال له مصحف. المصحف ما كان مجموعا في الصحف. فنفس هذه الروايات شاهد واضح على أن القرآن جمع ورتب بهذا النحو في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. نجي إلى الوجه الثاني، التفت إياي جيدا. واحد يقول ليش أنت متعرض لهذا البحث؟ وهذا البحث أثير أخيرا وصار يكتبون فيه، وبعض الجماعة من عندنا من المنطقة كتبوا مقالات وتشكيكات، لذلك كان من المناسب التعرض لهذا البحث لبيان دفع هذه الاحتمالات أو الشبهات حول ترتيب وحجية ترتيب القرآن الكريم. زين.